خروف يا اهلي من نيويورك. معاصم نجم من مكه، ببارك للنادي الاهلي على الدوري ال 41، اغلى واحسن دوري في التاريخ والذ دوري. كونجراتوليشن الاهلي، هيريز فاجنر فروم برازيل، جو اهلي. باسم الجنايني، مقيم دولة الكويت، ببارك للنادي الاهلي وجماهير لحصوله على الدوري ال 41 الاغلى في تاريخه. الف مبروك للنادي الاهلي. ابراهيم التعمري، اردني من اصل فلسطين، في مدينه مانشستر من امام ملعب اولد ترافورد، مبارك للنادي الاهلي حصوله على اللقب ال 41. محمد سمير قطر، مبروك علينا اغلى دوري في التاريخ. محمد العوضي، ليجوس نيجيريا، مبارك للنادي الاهلي على الدوري. تامر عوضي، بروجريسو مكسيكو، مبروك للاهلي الدوري ال 41. أغلى دوري في الوجود، حمدي نبهان من غزة فلسطين، بحب أبارك لكل الأهلوية في العالم كله، وإن شاء الله بطولات الدوري تتكرر كتير. محمد سلامة، سلطنة عمان، مبروك الدوري يا أهلي. ألف مبروك الأهلي تتوج باللقب. معكم محمد جوالي، المغرب ديما أهلي ديما رجع. مبروك الدوري ال 41 للنادي الأهلي، ألذ وأعظم دوري في تاريخ النادي وبل الدوري المالي. ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز باللقب 41، أخوكم عمار من العراق. ألف مبروك الدوري 41 لنادي القرن، النادي الأهلي، هدى من بلجيكا. محمد خطاب خبر، مبروك للنادي الأهلي الدوري رقم 41، كانت أصعب بطولة دوري، لذلك هي بقت أقرب بطولة دوري لقلب كل الأهلوية. ويسا محارب، مطار نيويورك، بحب أبارك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة بأغلى وأعظم بطولة دوري في تاريخ النادي الأهلي. من قدام جامعة ماكماستر في أونتاريو كندا، مبروك يا أهلي على الدوري 41، أحمد بلال. عمرو علي أحمد، بكلمكم من جواتيمالا، ألف مبروك للنادي الأهلي على الدوري 41. من مدينة بازل، بشارك جماهير الأهلي فرحتها، ألف مبروك عليكم يا أهلاوية الدوري 41، ما شكناش فيك لحظة يا أهلي إنك هتفرحنا. حاتم حامد، ألف مبروك للنادي الأهلي الدوري رقم 41، أنا زيد سنة والأهلي يزيد دوري. محمد بيبس، مهندس مصري في جواتي. مبروك لله. محمد العراقي بالأردن، حاليا العاصمة عمان، أحب أبارك للنادي الأهلي على الدوري الأمتع والأصعب في التاريخ، الدوري رقم 41. أهلك يا مؤسلم أتقرب بفريقك.